أستاذ حسين، يعني هل الصين معروف عنها إن هي يعني تتحدث قليلا وتصمت كثيرا، لكن لما تتحدث بتبقى كلمتها يعني قوية لدرجة إنه ممكن يكون هذا التصريح من الخارجية الصينية يعني بالفعل أن ده تلفيق وافتراءات بريطانية عليها؟ يعني أولا أتفق مع حضرتك بشأن أن الصينيين بشكل عام يعني يفعلون أكثر مما يتحدثون. أيوه. ويعني المتابع لتطورات الصين على الأقل خلال 40 عاما الماضية منذ تبني سياسة الإصلاح والانفتاح يمكن أن يعني يسجل أن هذه الدولة حققت العديد من الإنجازات التي لم يعرف عنها العالم إلا بعد أن تحقق. أيوه بالضبط صحيح. علينا أن ننظر إلى هذه القضية من منظور أوسع، هذا المنظور الذي يعني هو الصراع الاستراتيجي والتنافس الاستراتيجي بين الصين والغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. بالتأكيد هذا الصراع له أوجه متعددة، هناك صراع جيوستراتيجي، هناك صراع معلوماتي، هناك تنافس تكنولوجي. في السنوات الأخيرة، السنوات العشر الأخيرة دائما الصين يعني تسبق في إنجازاتها في هذه المجالات، تتقدم خطوة على الغرب وهذا ما يقلق الغرب. يجب أن نضع هذه الاتهامات من جانب بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا أيضا في هذا الإطار. هي الغرب مش قادر يخترق البنية الإلكترونية الرقمية الصينية، لأنه زي ما سعادتك عارف هم ليهم حتى شبكة دولية للمعلومات خاصة بيهم، فهو لديهم كل شيء. لديهم كل فهو شيء ما نسميه بسور الصين العظيم الإلكتروني. كان سور الصين العظيم عندما بني، عندما أنشئ سور الصين العظيم كان هدفه الحماية، ولكن الحماية من الهجوم المادي. أيوه. الهجوم العسكري. الصين أنشأت هذا الجدار الإلكتروني. الصين لديها ما يعادل واتساب، ما يعادل تويتر، بالضبط، بحيث ان هي ما تبقاش مشاركة في الحاجات اللي الغرب منزلها فبتجسس عليها. وبالتالي هذا ما يزعج ويقلق الغرب كثيرا، بمعنى ان يصعب اختراق الصين. بالتأكيد هناك بعض الاختراقات، ولكن يصعب من الصعوبة بالمكان اختراق الصين، في حين أن الدول الغربية التي تتهم الصين بسواء قرصنة أو حتى تجسس أو مثل هذه الاتهامات هي تمارس ذلك، ويعني هذا أمر معروف. يعني إذا كانت بريطانيا تتهم الصين بالقرصنة أو التجسس أو والولايات المتحدة الأمريكية كذلك، بريطانيا عضو في تحالف اسمه فايف آيز أو العيون الخمسة مع نيوزيلندا وكندا وأستراليا، وهذا التحالف مهمته هو جمع المعلومات. وبالتالي يعني إذا كان بيتك من زجاج فلا تلقي الآخرين بالحجارة. لا، ما احنا وصلنا دلوقتي يا سيدي إلى مرحلة ما بعد هذا الحياء، يعني حضرتك بتتحدث عنه احنا كمان بنهاجم دول ازاي انتوا مش فاتحين لنا عشان نتجسس عليكم. يعني ده كلام صحيح جدا، وهذا حقا يتسخ مع السياسة الغربية. يعني ربما نحن ما نشهده في غزة دليل واضح صحيح على هذا النفاق وهذا التبجح وهذه الغطرسة. الصين وقفت بالمرصاد لأن الصين استطاعت أن تستعد بقوة وأهلت نفسها وأمنت نفسها، سواء من الناحية المعلوماتية، سواء من الناحية العسكرية، سواء من الناحية الاقتصادية. وبالتالي ما أراه بوضوح من خلال متابعتي للحالة الصينية على مدى أكثر من 30 عاما الماضية هو أن الصين بالفعل أصبحت يعني رقما صعبا مزعجا للغاية. صحيح. يقف الغرب أمامه حائرا. الصين في كل المجالات، وكما أسلفت، دائما هناك خطوة صحيح سابقة دائما بخطوة. بشكرك فندم جدا أستاذ حسين إسماعيل، متخصص في الشأن الآسيوي.